المبادرة هذه جت باقتراح من الأولياء، يعني شافوا أن وضعية بعض الأقسام والطاولات يعني على غالة منها في صورة حالة سيئة، فبادروا قالوا لي نحن ماذا بينا نساعدوا المدرسة ونهيئوا قسم كامل. فالقوا مني كان تجاوب، أي إنسان يحب يعاون المدرسة يلقى مني كان تجاوب. فهما لموا الوسائل المواد الأولية واليد العاملة كانت منها تقريبا مجانا جابوها وتصرفوا، بحيث أنه أصبح عندنا قسم تقريبا نموذجي في المدرسة. 10 طاولات كانت مهملة في الكاس ملوحة، فتم استصلاحها من جديد، وهكذا نكون وفرنا مال على المجموعة الوطنية. عوض نمشي المندوبية ونقول لهم أعطوني 10 طاولات، هي تصلحت 10 طاولات وصورتها على حالة حسنة جدا. هي الفكرة انطلقت، معناها احنا جروب امهات ابطال رابعة قلت لهم بدنا تشقولكم كان نعملوا معناها تهيئة قسمنا، كانوا مرحبين معناها الاولياء. جينا على الاول معناها انتي تكولكت بالصفة هذه ما نجموش نوصلوا، كان ما كانوش فماش معناها جماعة متطوعين اللي يساهموا معناها في انجاح هذه البادرة. بالنسبة للطواول، بالنسبة للدهينة، بالنسبة توسكي ماتريو كل شيء، فما برشا متطوعين وبركة الله فيهم نشكرهم. زيدا نشكروا السيد المدير سي حافظ الصامت اللي هو كان متعاون معنا برشا، وإحنا الكل هذي عملناه خاطر دخل الفرحة لهالصغيرات هذوما. هي جات فكرة في الأسبوع اللي قبل العطلة، وفيها تسهيل برشا من عند ربي، من عند الإدارة، من عند برشا عباد أخرين عانتنا. بدينا الأشغال أول العطلة جري 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 ماراثوني. يعرضوا علي الفكرة، قلت لهم معاكم وموافقة، وتشاركنا مع بعضنا ونجحنا البروجي.